بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستمتعين وفي نفس الوقت يعني مستفيدين معنا. ونكمل حلقاتنا الخاصة بشهر رمضان وبعض النقاط الصحية اللي ودي أنوه اللي نطرحها في برنامجنا، إن شاء الله يفيدكم يعني في شهر رمضان وفي ما بعد شهر رمضان، لأن الصحة هي الصحة موجودة طوال العام. كل أشياء نذكرها من صيام ورياضة وغذاء ويعني نصيحة عن الإقلاع عن العادات السلبية، كلها تصلح لشهر رمضان وبعد شهر رمضان. نفس ما قلنا في الحلقات الأولى أن ننصحكم يعني يكون عندكم أهداف صحية وغذائية في شهر رمضان، وننصحكم تستغلون شهر رمضان يعني للصحة، يعني شهر رمضان شهر يعني نكثر فيه من الطاعات، فلا بأس أن نكثر فيه من الصحة، لأن يعني الله سبحانه وتعالى المؤمن القوي خير وحب الله المؤمن الضعيف، وشهر رمضان يساعدك سبحان الله، يخليك أخاف، يخليك ممكن يعني للناس اللي وايد مثلا تصرف بالطعام أو الغذاء، لا شهر رمضان يعطيهم راحة للجهاز الهضمي. فسبحان الله فوائد الصيام كبيرة جدا، يعني كان يعني تسمعون الغربيين يقولون فوائد الصيام والصيام المتقطع، احنا عندنا الصيام يعني الله سبحانه وتعالى أمر فيه، والله سبحانه وتعالى يقول وإن تصوموا خير لكم، فالصيام له خيرية على الجسم. وإذا نتكلم عن فوائد الصوم فهي فوائد كبيرة جدا. خلنا نبدأ أول شيء بالجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي راح يأخذ فترة من الراحة خلال الصوم، فكل اللي عنده قولون عصبي، كل اللي عنده حموضة، كل اللي عنده مشاكل بالجهاز الهضمي راح يلاحظ، طبعا بشرط أنه ما يخرب الدنيا بعد الفطور، لكن هذه العشر ساعات أو 12 ساعة أو 14 ساعة من الصيام تعطي الجهاز الهضمي فرصة للراحة، فتقل المشاكل الهضمية. وهذا شيء مهم جدا، أن أنت إذا يعني إذا الصيام ريحك من أي مشكلة هضمية تعاني منها، أن أنت تستغل ذلك ما بعد الإفطار وتبدأ تعتدل بالطعام وتخلي اختياراتك صحية للطعام، حتى تحدث فوائد الصوم بالنسبة للجهاز الهضمي. أيضا الصيام للي فيه مثلا ارتفاع بالسكر وعنده اضطرابات في هرمون الأنسولين، الصيام مهم جدا في تقليل شيء نسميه الأنسولين ريزيستنس أو حساسية الأنسولين، ويعني تعديل هذه المتلازمة اللي تصيب البعض باختلال في حساسية الخلايا الأنسولين. فالصيام راح يساعد جدا جدا في تضبيط السكر وفي تقليل مقاومة الأنسولين، لكن بشرط أيضا يعني نكمل هذا الشرط، أن أنت ما تخربها بعد الإفطار بكثير من الحلويات وكثير من الأطعمة حتى تحدث فوائد الصوم. فنقول الاعتدال في الطعام في فترة الإفطار يساوي يعني فوائد الصيام، يجب أن تستمر لما بعد الصيام حتى تأتي هذه الفوائد الصحية عليك. أيضا كل يعاني من مرض في الضغط، يعني ضغط الدم، الصيام راح يساعدك على التحكم في مستويات الضغط، حتى الكوليسترول بعض الدراسات تقول أن الصيام يساعد على تحسين نسبة الكوليسترول وتحسين نسبة الدهون الثلاثية وتنزيل الدهون الضارة. أيضا هذا الشرط يعني دائما يكون موجود، أن أنت بعد الإفطار تعتدل في طعامك ولا تسرف في طعامك، الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهذا شيء مهم جدا جدا جدا. أيضا سبحان الله من فوائد الصوم على الناس بالنسبة للجهاز المناعي، يتنشط الجهاز المناعي أثناء الصوم، في وايد دراسات أيضا بهذا الخصوص. أيضا من الفوائد العلمية المثبتة للصيام هو أن الصيام يرفع من معدل الحرق أو الأيض بالجسم، نسميه الميتابوليزم، وهذا شيء مهم جدا. إذا أنت إنسان ودك تزيد الحرق أو ودك عندك وزن زايد تتخلص منه، فشهر رمضان راح يساعدك بصورة كبيرة جدا أنك تتخلص من الوزن الزايد. أيضا شوفوا هذا الشرط لازم أقوله مع كل فوائد الصحية، أن أنت تحافظ على المكتسبات اللي أنت سويتها بعد يعني بعد الإفطار، لأنك لا تخرب الدنيا بعد الإفطار. كل فوائد هذا الصوم يجب أن يوازنها حياة صحية واعتدال مع الإفطار، من يقول الله أكبر تعدل في طعامك. خلنا نأخذ فاصل قصير ورد أيضا نكمل في هذا الموضوع. ونكمل حوارنا بخصوص يعني النقاط الصحية والغذائية والرياضية في شهر رمضان، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب وكتب علينا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، وأن هذا الصيام له خيرية على الجسم، وأن تصوموا خير لكم. وقلنا من فوائد الصيام فوائد للجهاز الهضمي والجهاز المناعي والجهاز الدوري، ورفع من الحرق أو الميتابوليزم في الجسم، وأيضا يساعدك على التخلص من الوزن والتحكم بصورة أكبر بمستويات السكر ومستويات الأنسولين. كل يعني عندنا بالكويت مشكلة مقاومة الأنسولين، يمكن تكلمنا عنها في حلقات ماضية. الصوم وفترة الصوم هذه راح تساعدك في إعادة حساسية الخلايا للأنسولين، بس ما قلنا بشرط أنك ما يعني تخربها بعد الفطور بصورة يعني بكلام عام، تخربها بالأكل وتعتدل بالأكل. هي الحين إلى نقطة مهمة جدا، أن بعض الناس للأسف الشديد يخلون شهر رمضان يعني هو شهر للكسل وشهر للنوم وشهر للخمول، فتلقاه ما يسوي أي نشاط بدني. وأنا كطبيب أقول لكم من الخطورة أنك تخلي 30 يوم بالسنة ما تسوي فيها رياضة ولا تتحرك، فتلقى يقطع النادي ويقطع المشي ويقطع كل شيء. طبعا أنا معاكم أن شهر رمضان هو أيام يعني فضيلة ونستغلها بالصلاة والطاعة والعبادة، لكن إن لبدنك عليك حقه. وأنا كطبيب أقول لك يعني خطأ جدا أنك 30 يوم ما تسوي أي نشاط بدني. أنا أقول لك ممكن أن تدمج مثلا الحركة بحركة قبل الفطور، أو تروح المسجد شوية، تروح مسجد بعيد، تمشي هذا المشي نص ساعة أيا كان وقتها، قبل الفطور بعد الفطور ما يفرق يعني، أو أنك تحط نص ساعة من اليوم تسوي فيها بعض التمارين الرياضية. وهذا شيء مهم جدا إذا أنت يعني إذا أنت مشتغل طول السنة على عضلاتك، شيء مو زين حق العضلات وحق الحرق وحق الميتابوليزم أنك تصير شهر كامل تغير الأيض في جسمك وتنزل الحرق في جسمك. لذلك لا تهمل رياضتك أيا كانت، تحاول تطوعها أو تغيرها أو تسوي مواعيدها بما يتوافق مع الصيام ومع يعني جدول اجتماعي أو جدول الدوام أيا كان في شهر رمضان. وأنا أيضا نصيحتي أنا كطبيب عائلة حق أمهاتنا وزوجاتنا يمكن اللي يكون عليهم مثلا دوام ومجابل العيال، وأيضا تكون فترة مثلا طباخ طويلة جدا، فتوصل إلى وجبة الإفطار وهي خلاص ما لها خلق، تبي تفطر وتبي تقعد مثلا على القنفة تطالع التلفزيون أو بتصلي ركعتين، بعدين يخلص اليوم ويخلص الشهر جدا. لما نقول لهم بالعيادة ها يا خالتي ها يا يعني يا أستاذة ايش سويتي من رياضة، تقول أنا اشتغلت بالبيت يعني طبخت أو شيء. وللأسف الشديد هذا مفهوم خاطئ جدا، الرياضة شغل البيت في رمضان وغير رمضان مو رياضة، سواء أنت بالمطبخ قاعدة تطبخين أو قاعدة تسوين وصفاتك أو حتى لو قاعدة تخمين أو قاعدة تسوين شغل الأعمال المنزلية، هذه لا تصنف بأنها رياضة، لأنها بسبب بسيط جدا هي لا ترفع من معدل الحرق ولا ترفع من ضربات القلب ولا تتأتى فوائد الرياضة. صح أنت واقفة على حيلك، لكن فوائد الرياضة للعضلات والعظام والمفاصل لا تتأتى أو لا تأتي من الأعمال المنزلية. لذلك في شهر رمضان خاصة لي يعني خواتنا وأمهاتنا للأسف الشديد لازم تتحركين، لازم تروحين الممشى، لازم تمشين، لأن الاعتماد على الأعمال المنزلية برمضان وغير رمضان ليس رياضة. ولو كان الأعمال المنزلية رياضة كان بالتأكيد ما لقينا ربة بيت عندها ضغط وعندها سكر وعندها خشونة وعندها وزن زايد. فندعوكم وندعو الجميع جدا أنه لا تجعلوا شهر رمضان هو شهر كسل ونوم وخمول، وإنما مقدار من الحركة والرياضة. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت، ففي وقت أنك تسوي رياضتك وتمشي بالمشي، في وقت أنك تسوي الأعمال المنزلية وتطبخ، في وقت أنك تعتكف وتجتهد وتقرأ قرآن ويعني تسوي وردك وأيضا تصلي التراويح والجيام وتصلي كل هذا. الله سبحانه وتعالى يبارك بالوقت طالما أنت خططت وعندك خطة لليوم. فشهر رمضان نفس ما قلت ما نخلي الكسل، ما نوصل شهر يعني آخر شهر رمضان وزننا زايد وسكرنا مرتفع ومعدل الحرق عندنا نازل، وإنما شهر رمضان فيه خيرية خل نستغلها أيضا للصحة وللرياضة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ونشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، ومع السلامة.